حياتنا قبل الحرب بصراحة كانت مستقرة وفي أمن وأمان وسلام، لكن بلشت الأزمة هيك عنا، غيرت كل الأمور، انقلبت يعني 100 درجة، يعني أسوأ فالأسوأ فالأسوأ، وصار الشعب بده يطلع، يعني ما بقى في مجال إنه ينتظر أكثر من هيك. حال بسوريا حال بخوف أطفال صغار والكبار، وضع يعني ما بسرش لا عدو ولا صديق. والله تركنا سوريا الحال تعبان، يعني هناك ضرب وبراميل وعم يضرب علينا، عم يقصفهم علينا، وتركنا هاي معي اطفال وكذا، لا ظل لا شغل لا ظل عمل لا ظل شيء، لا ظل لنا بيوت، لا ظل لنا يعني ما ظل مأوى لنا لحتى نقعد فيه. جينا لجأنا لهون للأردن، المملكة الأردنية الهاشمية. ودمار، وما ظل إلنا مأوى نقعد فيه، وما ظل بيوتنا كلها على الأرض. وأنا عائلتي حامل، سقطت مرتين من القصف، عرفت شلون؟ فهسا هي حامل بشهر خامس، قمت هربت فيها لهون. اني والله باخذ جرعات كيماوي، كنت مشفى البوروني بالشام، بس صار لي من قبل عيد الضحيه، ما صار لي وضعي كان تعبان، وجيت لهون وبعدني ما اخذتش ولا جرعه. لحالي ما لي حدا بتعرف. في امي بالاردن، انا اخوه ثلاثه شهداء والبابا شهيد ماتوا، يعني نص عيلتي ميته. فلقينا ملجأنا الآمن والوحيد أقرب إلنا هي بلدنا الشقيقة الأردن، فأجينا لهون، وكانت يعني الطريق كتير صعب لما وصلنا لهون، كتير كتير صعب، يعني من منطقة لمنطقة عن طريق أفران، دفع أموال مصاريف كتير. هلا أول ما وصلنا على النقط الأولى برباع السرحاني هون، يعني حسينا بنعمة فقدناها هي الأمان، يعني إنه وصلنا لهون لقيناها جنة. أول شيء ارتحنا من القصف من الطيران والشيء اسمه هون، يعني كان بالنسبة لنا الملاذ الوحيد. يعني في انطباع حلو في انطباع مو حلو. الانطباع الحلو شو هو؟ انه انا خرجت طلعت من بلد كلياتها عم تتدمر، زوجتي وولدين الصغار، يعني انه طلعت فيهم بخير وسلام، يعني هذا الشيء الحلو. قلت لك الشيء الثاني اللي هو السيء، انه تركنا احبابنا بسوريا واهلي وكل اصدقائي يعني بسوريا.